انتما كتشوفوا هنا فين كاين فين بغاو يبنيو الشارج ديالهم. انا غادي هما تصاحبوا معايا. اش بغيتي؟ هاك جا طلع الطوموبيل هو كاع كيدق في الطوموبيل. بصحتك اسيدي بصحتك. كرتها كرت الله الا كرت الصباح. اش بغيتي؟ مش هذا موالف الناس ولا كيفاش هاد القضيه؟ كرتيها صاحبي مازال كيطلب مازال كيطلب. لا 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 كر والله الا شوف الطوموبيله مشات. كرتيها صاحبي كرتي. خوتي مغاربه السلام عليكم. اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024. هاد الفيديو اللي داير هاد النهار هو انساني محض، فيه شكر لبعض المحسنين وفيه نداء الى اخرين. غنمشي لواحد الدوار في اعالي الجبال ضواحي مدينه اكادير، وغادي نخليكم تكتشفوا هذا الدوار هذا. وانا في الطريق ليه راني فايت مشيت ليه. واحد الطبيعه وديك المنطقه شحال زوينه بزاف عاد، لكن مكرفصه البنيه التحتيه ما كايناش في الوقت اللي يمكن ليها تكون واحد الوجهه سياحيه، السياحه الجبليه، السياحه الناس اللي كيديروا تريكينغ وبزاف الحوايج زوين ديك المنطقه، ولكن منسيه وحتى شي واحد ما داها فيها. وانتم غادي تشوفوا وانا غادي كتشوفوا هاد الطريق اللي عاد تحلات اللي انا فيها الدوبل فوا. هادي خارجه من الحي محمدي وغدينا حتى الدرارقه. هاد الدوبل فوا غتخفف الضغط على الوسط ديال اكادير والطريق الوطنيه رقم واحد، لان كلشي الشاحنات اللي خارجين من الميناء ديال اكادير كانوا كيدوزوا من هذيك الطريق الوطنيه. حوادث سير، اكتضاض، بزاف د الحوايج. دابا منعوا على الشاحنات يدوزوا من تما ويدوزوا من هاد الطريق هادي. هاد الطريق اللي كتشوفوا حتى الشاحنات كتخرجوا من المرسى وغيمشي للدار البيضاء ولا غيره، كيجي من هنا كيطيح في الدوبل فوا ديال الدرارقه ومن تما لوطوروت. شي حاجه اللي زوينه بزاف عاد وفيها بزاف ديال الدخلات، مثلا ديال ملعب ادرار، ديال المستشفى الجامعي. المهم المشروع ديال تاهيل مدينه اكادير هو مشروع ملكي. التنفيذ ديالو والتنزيل ديال هذا المشروع تكلفوا به شركات تابعين لوزاره الداخليه. شوفوا المنطقه شحال جميله. غير هو على اليسار ما يمكنش الناس عايشين في، اش غنقول لكم، عايشين في مناطق اخرى في واحد العهد واحد اخر، داكشي بدائي العشوائي اللي بغيتو، لا بنيه تحتيه لا تحت مساكن. كنتكلم على امنسيس، كنتكلم على ايت المدن، كنتكلم على هاد الجبال كلهم اللي على اليسار ديالي، زعما مساكن الناس باش ما يكونش برنامج ديال، ما نقولش تاهيل هاد الدواوير. حنا رحنا وسط مدينه اكادير، هاد الناس خصهم يتبناو لهم احياء جديده فيها الحمام، فيها المارشي، فيها المستوصف، فيها البوليس، فيها كلشي كلشي، ويترحلوا من هنايا ويعيشوا العيش الكريم. نوفروا لهم العيش الكريم. انتم كتشوفوا الملعب الكبير، طريق زوينه بزاف عاد. مطار المسيرة ومراكش. هاد المنطقة هادي كلها هانتو كتشوفو الدوبل فوا كلها خطر بالليل، لأن أولا مكيناش فيها الإنارة، ثانيا كتكون غادي تا كتلقى الكلاب، تلقى الحمار، كتلقى هذا وسط الطريق. هادشي بلا شي خطرات شحال الناس تعرضوا الرشق بالحجارة، كيشيروا بالحجر. هادشي كنتكلم عندك من 11 الليل الفوق. هنا الظلام ما كاينش، وتقول شي بلا شعله كتمجيك هنايا الرون بوا، ما كاينش الاضواء اللي كتسيني ولا شي حاجه لتنبيه المواطنين. دوبل فوا زوينه، ولكن وكتعرفوا الجنبات
ديال هاد دوبل فوا من اليمين ومن اليسار كله غادي يمشي كله محلات تجارية. وهاد المحلات التجارية حسب ما يقال من عدد من رجال الأعمال كل شيء توزع داكشي من تحت وتشي واحد مسايق الخبار وقضوا الغرض. أنا دابا داخل أمسكروض الجماعة الشبح من دارت لوطوروت هاد الجماعة ماتت التجارة فيها ماتت ولكن المنتخبون تهما ميتين لأن ما داروش وما بدعوش باش يقدروا الناس يدخلوا لهنا ويجيوا ياكلوا ويصرفوا شوية الفلوس. الدنيا الحياة متوقفة إما واحد السوق الأسبوعي لا حول ولا قوة إلا بالله داير بحال داكشي ديال لي كوبوي. هادشي راه نهار الحد كيجيو المواطنين من عشرات من الدواوير البعيده في البهيم باش يتسوقوا هما موفرين لهم وتقول شي حاجه مرحض ولا الاخر ما كاينش. سير للطبيعه الجو مغيم ولكن في النشره الجويه ما كاينش الشتاء في هاد العشر ايام اللي جايه. والله يرحمنا الله يعطينا شي امطار الخير على قد نفع. طبيعة أكثر من رائعة في هذه المناطق كاملة. وأنا غادي لهاد الدوار بغيت نشكر محسنين اللي تعاونوا باش تحفر البير باش توفرات الطاقة الشمسية. القيمة ديال هاد المشروع 14 مليون ونص باش تقام كل شيء الحمد لله. وكاين دابا علاش غادي هو وشوف واحد مود 205 الخط متصل وهذا وهذه ما فيها لا ABS لا ديريكسيون سيستي لا حتى حاجه زعما مغامر بحياته وغادي راه غيضوب الاخر عاوتاني باش تشوفوا الناس الله يهديهم مع قانون السير. انتم غادي نقرب غادي ليه اجا الله الكاميو الاخر وقفوا انا كنلاحظها كنسافر بزاف بيننا وبين احترام قانون السير غير الخير والاحسان. قلت لكم انا غادي دابا لهاد الدوار لان محتاجين يبنيو واحد الشريج وهاد الشريج الشركه كلفوا زعما دارت لهم واحد دوفي احسن زعما احسن دوفي احسن ثمن شريج ديال 60 طن ديال الماء. هنا شو كيبنيو هذا رالونتيسور ديال الكاميونات. هنا كاين الكياس الكاميونات ملي كيكونوا نازلين متقلين ونازل على الفران رجلو على الفران حتى الا سخنوا ليه الفريدويات كيدخل داك الكياس باش كيتغرق ولا يتقلب الله يحفظ ولا يضرب شي حاجه ولا كيفضلوا يدخل في هذاك الكياس. وهذه مديوره في جميع الدول اللي كتحترم المواطنين ديالها وحفاظا. هانتوما تامو البيكوب يلا زيد كل شيء مكانها دوبل الخط متصل مديور يمكن للناس اخرين. وكون غير يتسنى واحد 100 متر ويقدر يدوبل بحال هكا ماشي مشكل. دابا بغاو يحفروا واحد الشريج ديال 60 طن ديال الماء شركه طلبت لهم 13 مليون ونص. وداكشي علاش غادي لهاد الدوار باش نستمعوا للناس وشنو الحاجيات ديالهم وإلا كانوا محسنين اللي بغاو يعاونهم باش يبنيو هاد الشريج. السما مغيمة شوفوا معايا الطبيعة واش ما كتستحقش الزيارة السياحة. واحد الظاهرة كاينة كبيرة عاوتاني في هاد الطريق هادي هما المختلين العقليين واش كيجيبوهم وكيتلقوهم هنايا
الله اعلم. كيبان لك جايين مسكره على رجليهم، شحال من خطره وقفت كتعطيه الماء ولا كتعطيه شي حاجه ما ياكل، كيبان لك مسكين عطشان، اللي عطيتيه ليه كياكلها. وظريفين زعما، ما عمري تلاقيت مع شي واحد اغريسيف، مع العلم انني عندي باش ندافع على راسي الله يحفظ الا كان اغريسيف وبلا ما ناديه. الدرك الملكي كاين الكونترول، خفيف السير، غادي نقطع. ايوا بخير، ادبين احترافيا نقيين، كونترول ديال الوراق. سير اسي طوجني الله يعاونك، الله يسهل عليهم. وتحيه لجهاز الدرك الملكي. خرجنا في هذه البلاصه هذه من عمله اكادير ودخلنا لعمله تارودانت. هاد الجماعه اللي غادي ليها ولا هاد الدوار اللي غادي ليه تابع لاقليم تارودانت. والازبال والازبال على اليسار، الناس غاديين يلوحوا. انتما كتعيشوا معايا اللحظات في هاد السفيره. الحراره كاينه دابا 14 درجه، هادي 10:30 ديال الصباح. نساء كيتمشاو ولكن هازين خناشي، يمكن غادي يمشيو يجمعوا شي حاجه. انتوما كتشوفوا جنب الطريق كيدير بالقراعي، هذا ما كاينش شي بلاصه تدوس فيها. شوف قراعي، انتوما كيبان لكم قراعي، كلينكس، دانون. انا تمشي دابا غير بشويه وشوف شحال ديال القراعي. الله يهدي ما خلق وصافي، على طول الطريق انت غادي. الله يصاوب شي مواطنين من نوع خاص. انا وقفت غير باش نوريكم غير واحد الجهه، راني ملي خرجت من اكادير وانا جاي في الزبل في جنبات الطريق. شوفوا معايا هذا الشيء كامل، ها انتم كتشوفوا ياك. ايوا شوفوا معايا عاوتاني هنايا، ها القراعي البول اللي كنقول لكم، ها هما. من بعد غنمشيو هالبوشونات. حنا جينا دابا فواحد الهودة، يعني كلشي الماء اللي غادي ينزل غادي يهز هادشي وغيديه للبراج عبد المؤمن اللي راه هو انفاس. غادي نلقاو الحليب، القهوة، قراعي. شوف جنب الطريق، ما عادش باش نوصف هاد الناس هادو. شوف البيرة، الكارو، وانت حنا غاديين في الازبال. هاد جنبات الطريق راه يمكن لي نبقى نوقف لكم كل 200 متر غادي نوقف وتشوفوا الزبولات. كل 200 متر غادي نوقف، ولكن المهم سينو ما عمري غنوصل لهاد الدوار هذا. كل خطره غنتكلم على الحفاظ على البيئه. شوف وسير والزبولات غاديين.
الله يهدي ما خلق قوم بوزبال. حشومة حشومة حشومة. واش خاص كاميرات في كل كيلومتر؟ ما يمكنش. هاد الشيء خصو يتجمع وناس اخرين كيلوحوا الزبل. راه اللي خاص هو حنا المواطنين، منين نشوفوا شي واحد لاح شي حاجه ننزل ليه. غتقولي غنضرب؟ ما غضربش. غادي يحاول يدير يدفع الجبهه، ولكن بعد غادي انبو الضمير الا عنده شي ضمير. من بعد غادي يحشم على عراضه. راه بلادنا هادي، ميمكنش ميمكنش. شوفوا قطعت الشانطي، شوفوا الازبال هنا عاوتاني اش داير. ايوا المهم تكلمت ما فيه الكفايه على الحفاظ على البيئه، وندوز لحاجه اخرى. مش طريقي واحد الملاحظه هي الطريق، كتشوفوها القدرون زوين، الصباغه ديالو، الجوده ديال القدرون زوينه، ما كاينش داك الحفاري ولا. تحية للقوات المسلحة الملكية، كتبان لي واحد الكوفة دايزة في لوطوروت هاي على اليسار ديالي. الو الكوفة خدينا هاد السمية، خديناها على الأجداد، هو الكونفوا بالفرنساوية، وتمات الكوفة بالعربية وبقات هي هاديك. وديما كتشوف، شوفوا معايا واحد الاشغال كاينه في طريق السيار. شوفوا هاد هاد المارشي هنايا ولا هاد الصفقه واخدها جي تير. ملي كدوز طريق السيار شوفوا العمال بعدا كلهم لابسين ليموني، كلشي لابس الكاسك. وملي كدوز دوك لي بلو كلهم جداد، لي بلو اللي وسط الطريق باش كيفرقوا بين اللي غاديين واللي جايين في لوطوروت، كلهم جداد. كتمشي عند شركة مغربية وكتدوز للتعربيز وكتدوز، ماشي كنحتقر، بالعكس كنتحسر على الشركات المغربية، لأن شركة فرنسية هاد جي تي ار، ولأن خدامة بلي نورم أوروبيان. أنا عاد دويت على الكودرون، دويت على لي نورم اللي خدامين بهم، لي نورم أوروبيان خدامين بهم في المغرب. كتعرفوا غير واحد الملاحظة بسيطة، لو سياج ولا البلاصه في كيكونوا خدامين الطوموبيل ما تستاسيونيش نيشان، كدور وكتستاسيوني ماشاريير وعندهم تفاصيل. وهذاك الشيء علاش ديما كنقول شوف الشركات الفرنسيه كي دايره، شوف ديالنا وديالنا. كاين شركات اللي كبار وكيبنيو البراجات وكيبنيو وما لا خدامه لا زعما لا نظام لا حتى حاجه مقاده. دويت على الكودرون ساعه هجروه ليا، راه غير ديك الجهه اللي زوينه. شو هادي هاد الكودرون يمكن من يامات الاستعمار. تم الصباغه من هنايا معربزه، ما شداش الطول ديالها وما كترجعش، ماشي بحال الاولى. يمكن هذيك شركه وهذه شركه، هذا دايرينو بالصباغه اللي كيصبغوا بها القفوزه والديور. شو تقول مصبوغه باليد. من هنا دابا خرجت من الطريق الوطنيه وطالع للدوار، وغادي تستمتعوا معايا بجمال الطبيعه عندنا في هذه المنطقه هذه. صراحة المغرب رائع بزاف بزاف، وغتشوفوا الطيبوبة ديال الناس. وغادي نتسائل منذ الاستقلال إلى اليوم علاش هاد المناطق هادي ما تستثمرش فيها بالطريقة اللي توفر العيش الكريم للساكنة. لما كنقول نستثمروا فيها ما غاديش نتكلم حتى على الطريق، ها هي من بعد راه كاين لابيست. المهم ولكن يكون تأطير ونعلموا الناس ونقولوا لهم شوفوا ها شنو غديروا. واحد ليجيت ولا لي زوبيرج في الجبل وتستقبلوا سياح، وتكون السياحه الايكولوجيه، وتكون شي حاجه زوينه، وغادي تكون ترجع عليكم بالنفع.
ونعطيوهم الكريديات، ولا من غير الكريديات نعطيوهم الدعم ويبنيو ويصاوبوا وحنا نديروا التسويق، يعني وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة وغيره يكون تسويق وطني وحتى خارج أرض الوطن، ويكونوا دي جيت صغيرين ديال 20 شامبر ولا 15 شامبر. دابا غادي يبداو الصعوبات. لأن دابا الطريق مكرفسة وهادشي مازال ما طاحوش أمطار الخير. السلام عليكم، لاباس؟ كي دايرين؟ صافا خويا، كلشي لاباس؟ العائلة كاين شي شتا ولا والو؟ ان شاء الله. ان شاء الله خويا، واش الطريق تحبسات ولا شنو؟ داكشي اللي بغيت نقول لك، راه حيت الطريق دايزه من فوق ماشي هنا، ماشي تحبسات دابا هنا، ماشي الدخلة ديال غادي انت واقيلا الضوا ديال فوق. اييه بوقدرو ولا سمحتي؟ بوقدرو. من الفوق ماشي هنا. ماشي هادي، صافي. الله يطول عمرك خويا، الله يسهل عليك. كي داير العائله بعدا؟ كلشي مزيان الحمد لله، تبارك الله عليكم. الو غلط في الطريق؟ اي في حقه ماشي غلط، هذاك الشيء اللي غندير. واخا ماشي غلط، لان الطريق الاولى كانت هنايا، دابا تلقاها تحبسات ولا شي حجره ولا شي حاجه، وغندوزو من طريق واحد اخرى. غندور عند السيد، خاصني نرجع هادشي كله مشاريير. وحاجة أخرى، أن الطريق مكرفسة وضيقة بزاف. جاب الله كاينة واحد الكاميرا. المهم هادشي اللي ضربتو خصني نرجعو كله مشاريير. شوفوا الطريق كي دايره، عقلتو واحد الخطره كنت هنايا وكانت الشتا والطوموبيل في هذا الغيس، ملي نزل من الفوق طلعناها غير بالدفيع، وجاب الله ان السياره اللي كنت بها كانت امريكيه 8 سيلندر اسانس، وكانت كتدفع بالرويد اللورانيين، وبالرغم من هادشي كله الفي 8 وكتدفع بالرويد اللورانيين، وتقريبا 8 الناس ولا 9 غاديين كيدفعوا وكيكاليو من الجناب باش ما تمشيش ليا الحافه. واش عرفتوا هاد الحجر اللي هنايا ماضي ونزلت لانني حسيت بشي حاجه، ضربت واحد الحجره كبيره شويه طيرات ليا شلخام البنو، يعني خصني نرجع نبدل جوج بنوات.
متوكل على الله، وإن شاء الله نمشي ونجي في طريق السلامة وبجناح السلامة. والرسالة ديالي توصل، ومن غير توصل تحقق لهاد الساكنة هادي إن شاء الله يتبنى لهم ذاك الشريج. ومرة أخرى كنشكر المحسنين اللي تعاونوا باش تبنى ذاك البير والطاقة الشمسية، راها ما سهلاش، 14.5 مليون ما سهلاش. الله يجازيهم بخير والله يجعله في ميزان حسناتهم. طريق ويمكن واحد اقل من مترو في اليسار ديالي، انا غنوقف له وتشوفوا كاين الحافة، ويمكن واحد 150 متر لتحت. درجة الحرارة هنا دابا هذه 11.5، كاينة 9 ديال الدرجات، يعني بالليل غادي يكون السم ديال البرد هنايا. غادي يبقى بأقل من 10 كيلومتر في الساعة، أكثر ما نقدرش نمشي أكثر. واحد الملاحظة في هاد الجبال، أصحاب النقل المزدوج ما عمرك تلقاه غادي برونو. أصحاب النقل المزدوج كيمشيو ديما بالفورد ترانزيت، هي اللي غتلقاها كثيرة عندهم، لأن هي اللي كتجبد بالرويض اللورانيين، كيكونوا متقلين بالسلعة ولا كيكونوا هازين الناس اللي غادي يتسوقوا. بالنسبه للرونو كتجبد بالرويد القداميه، هذاك الشيء علاش كيبداو يباتينيو. الاخرى كتكون متقله كتدفع، دونك تكون سهله باش يطلعوا لهاد الجبال هادو. كتعرفوا ما يمكنش هنا تفوت 10 8 7، دابا راه كيلومترات وانا غادي برومي. الله يرحمنا، تكلمت مع واحد السيد دابا وقال لي الامطار ما طاحتش، وبان الماكله البهيم غاليه وما كايناش، وهما كيعيشوا ببعض الاشجار هنايا فلاحة معيشية. وعاوتاني غادي نرد اللومة للدولة، علاش ما جيناش لهاد الدواور من غير القطاع السياحي ونزرعوا لهم واحد الانواع ديال الفلاحة حتى هي معيشية، نزرعوا لهم الاشجار، نزرعوا لهم شي حوايج، وحنا ننصحوهم ونأطروهم ونقول لهم توكلوا على الله، نوريوهم فين كاين الرباح، شنو يقدروا يزرعوا. ها شجر الزيتون غنديروه ليكم، ولا ها شجر ديال ما عرف شنو، وهذا وها كيفاش تسوقوا، وهذا ما فيها حتى حاجه، كل دوار يدوزوا عليه ويوريه ويغرسوا ويقادوا ويمشيو بحالاتهم. حرام عليهم، وخصنا شي برنامج بحال هكا لهاد الدواوير كامله، وراه كلهم ولادهم خدامين في الدار البيضاء في الرباط في طنجه، وكتلقى غير الاباء الشياب هما اللي كاينين. شحال زوينه ديال مع هاد الشميسه ديال الطبيعه. شو الحافه فين؟ الناس فين ساكنين؟ وانا مازال غنطلع، مازال الطريق. كل دوار واحد الكمية ديال الماعز، وعاوتاني ونوريوهم هاد الماعز شنو نقدروا نديرو به، عارفين ولكن شنو نقدروا نديرو به مازال.
زيد يعطيهم واحد جوج بقرات، يعطي لكل دوار وهذا، وتكون شي اسوا لهم جمعيه وباش كلشي يتنفع وما يكونوش خلافات اشنو فيها. وبهذه التنميه هذه غادي نحبسو ولا غير نحاولوا نحبسو. صور كندوز دوزيام ما يمكنش تزيد. بهذه التنميه بحال هكا غنحاولوا نحبسو الهجره القرويه، وحتى الشباب يعاودوا يرجعوا لدواورهم. ولكن راه ما كاينش غير هذا الشيء، كاين العيش الكريم، خاص بعض المرافق شي حاجه اللي لهاد الشباب اشنو يديروا. غتقول يا ملاعب القرب ما يمكنش لان منطقه جبليه، غادي نفكروا وغنديروا لهم شي حوايج زوينين اللي يمكن دار الشباب بحال شي حاجه اللي تجمعوا فيها شي رياضه شي حاجه. المهم عطى الله الحلول، عطى الله. كنشوف واحد المدرسه ديال الدوار غادي نوقف فيها ونسول على التلاميذ، نسول بعدا كيبان لي واحد الشرج مهرس ودايرين ليه غير كارطون، غادي يقول لك يمكن الميزانيه ما كاينش. غندخل نسول على التلاميذ واش كيقراو. الرايه مشرقه، الجاج مهرس داري لي غير كونتر بلاك ماشي حتى كارطون. شفت ما كاين لا تلاميذ لا حتى حاجه، واش ما كيقراوش ولا اش كاين؟ دايز دابا حدا واحد الدوار، إنارة كاينة، كابلات، علاش ما كايناش الطاقة الشمسية؟ دوك الضوء والطاقة الشمسية شباب. السلام عليكم، لاباس بخير؟ ما كتقراوش؟ لا كنقراو. السلام عليكم، لاباس؟ الحمد لله. كي دايرين؟ واش المدرسة سادة؟ لا كنقراو. حيت أنا دزت دابا المدرسة لقيتها سادة. دابا عادي بداو. مع 12 والاساتذه ساكنين تما ولا من 12 حتى شحال؟ حتى 6 ان شاء الله. ان شاء الله يا كلشي بخير، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم. امين لله، بارك الله فيك. كتعرفوا الاطفال موالفين، انا ملي كنجي كنجيب معايا ديما الكروسه فيها لي بيسكوي، فيها الفانيل، هادو الاطفال، وبعض الملابس وهذا. ومن بعد كيكون عندي مواد غذائيه للعائله، ولكن هاد المره ما جبت والو لان ما كنتش مبرمج انني غنجي، ولكن النداء من يرغبوني الشباب هنايا. ايوا قلت من الخير انني نجي نوجه النداء ديالهم، على وعسى يلقاو ناس اللي يقدروا يساعدوهم في بناء هذاك الشريج باش يجمعوا الماء اللي كيخرج من البير. شوفوا هذه البلاصه، هذه انا غادي نوريكم، هنا كاين الماء جا في التحت ديال الجبل، لان انا مازال نطلع للفوق. اشجار الزيتون كنشوف دايرين شي زراعة، هذا اللي كيبان ليا هنا يمكن لفت، وحداه يمكن خيزو، وي خيزو اللي هي كتشوفوا بأن هذه القرعة هاهي، وغتكون شوية الفصة، كاين شجر الزيتون. المهم زراعة معيشية، تلقى الدوار كلو كياكل من هذا الخير، هذا مكراتش. إذا تلاقيت مع شي حد غنشري من عندهم، منها مساعدة ومنها أن هاد الخضرة هادي بيو،
اما الجو اش غادي نقول لكم، الروعه. ما كاينش ريحه التلوث، كتشم الاكسجين بيغ. واحد الشجره ديال المندرين، مادام ان المندرين كينوض هنا ويكون زوين. السلام عليكم. لاباس؟ كلشي بخير؟ العائله الله يطول عمرك. هذا المندرين ياك؟ المندرين هذا وكينوض مزيان وحلو وكلشي. علاش ما غرسينوش في جوايه اخرى مع الماء المقليل؟ ايوا الله يسهل عليكم. الله يعاونك خويا، الله يعاونك. انتم سمعتوا المقليل، ولكن المهم شنو قلتي؟ ودان هو الوسيدي حنا حتى غدا كان الدعم لا اي كان سيدي فينا غير 2000 ريال ولا فين والو حتى حاجه والو سيدي. باش كتعيشوا؟ ورداري يا تيموت يوركز ورداري ولا سيدي ارمانا هي يوركز ورداري. مات الراجل الله يرحمه، الله يرحمه. في اليد شرات فرا سيفرا ورخد من غاري كان دو عطاش أجي الوليدات دخلوا المدرسة شراو الكتب هاد فاتر هاد تروي اللي شاية دوغما إما نكي فون سيدي وين تروان سن ولا إني وري اللي يدخل من غارف على قد الحال سلام ولا يد ولي كان غاية داياه يرزمز الملك ياي ياك بعد كين وعلى سلامك يا سيدي الله يسلمك. شوف غادي نقاولك غادي نعاهدك السيمانه الجايه غادي نجي عندك وغنجيب لك واحد البركه. كيستر بخرب الله يطول عمرك، الله يخلي لك الوليدات، الله يخلي لك الوليدات. ها انا سيدي الخير اللي تكالت اكيد توين افلا كيما غند البركه اللي تكالت ارتعتق المساكين اني غير في تيغسترغان تخلصها بيني الفلوس. ورسنا غيز الفعاد ورا اديوريا عاد النقد هذا النضوار نوز دار سيدا غلط. ايه عرفت عرفت شتو اللي غندار لك تكيت اللي تموت مغارت لي ايه 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 الله يرحمه ادوار انه سيدا وز دار ركض سيدا ذاك يخلص ربي الله يطول عمرك على سلمت اللي غديت فوق الله يسلمك. انا غايدني كاكيديت حين اللي تسكرت الخير اللي تسكرت اكيديت وي الحمد لله الحمد لله هذاك يخلص ربي الله يسهل عليك. السيمانه الجايه انا جاي عندك وغنجي عند الناس هنايا. هذه اسيدي نكوني اشكون يا غاري ما كاين فينا الدراري الصغار اجي شريتو الدفاتير والكتوبه وكل شيء. هذه اذا سيدي ربيها والوليدات الاخرين شراو ولا ما شراوش؟ كاين الدراري في الدوار اللي ما شراوش الدفاتير؟ لا شراو كي شراوهم كل شيء شرا الناس كيتقاتلوا مع الوقت وكيشراو الدفاتير يتقاتلوا مع الوقت وصافي. لا سيدي يا عندنا غير الضعاف سيدي ربي عرفت 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 من ولايه انا مسلم الله يسهل عليك. ما ديت كيت اسيدي ها كيت دوار دو فلا لا غير غلطت هنا وغادي نطلع للدوار الاخر غير اوستراليا سكي غلط ايه غير ملاي وتصويره ان اش كان هذا الكاز اللي ديك انا وني ما الا سي اسمح لي محمد رضا محمد رضا محمد رضا ها محمد رضا تحيتي الملك هاتي انت منا ودي تحي انت منا وين ادي تحي هاتي يوم زوان جديد على سلام الله يرحم الوالدين على سلام الله يسلمك اختي رجلواتني كاكيديت وين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رجلواتني كاكيديت الله يطول عمرك على سلام الله يسلمك اختي اكي صبح ربي هذا كيخلص ربي الاسبوع الجاي كنقاولك انا جاي لدارك ان شاء الله الله يطول عمرك ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله سيدي. قول يا خويا انت من ولاد المنطقه هنايا؟ ايه انا من ولاد الدوار. الفقر كاين الناس فقراء نيت؟ ايه كاين الناس فقراء ما عندهمش دخل. وهاد الفلاحه زعما عايشين بها هي كياكلوا بها ويشربوا صافي هادشي اللي كاين. دابا الناس وقيته ديال اللفت يديروا اللفت وتيمشيو تيبيعوها في السوق. ياك؟ دابا اللي داكشي اللي شحال دايره الكيلو ولا بشحال كيخرجوها الكيلو هما؟ هو راه يزرعها يخرجها ب 4 دراهم 3 دراهم يجيبو بما ياكلوا صافي. يعني غادي يهز 10 كيلو الى جابها ديال هذا جيب لي 30 درهم صافي ولا 40 درهم. ايه وكاين دابا الناس كيديبانيو شويه مع الوقت وصافي.
اللي كيمشيو تيخدمو كيرجعو عندنا البلاد. اه ولادهم كيخدمو في مدن اخرى وصافي. اي كاينو كاع الدراري ديال الدور دابا خارجين خدامين. خدامين برا. خدامين برا دابا كيدورو مع وليهم وصافي. صافي هادشي باش عايشين الناس. كيزيفتو باش علاش ما حاولتوش هاد المنطقة هادي زوينة وديرو شي مشروع ما عرفت انا شي اوتيل صغير شي تربية المعاز شي حاجة عرفتي اوتيل اوتيل هنا كيخدم. الامكانيات اللي ما كايناش دابا شوف الطريق كي دايره راه ما هاد الطريق المشكلة هو صعيب عندما ملي طيح الشتا كتبلوكا هادي كتبلوكا الحجر جات فوق تحت الجبل قدا شنا هو جات في الجبل وكان الحجر دابا كيطيح شي حجرة كبيرة شكون لها حيدة لا إلا ضربتي التراكس شحال خاصك ديال باش توصل التراكس هنايا لأن الطبيعة زوينة الهواء زوين راه هي داكشي كلشي زوين حنا دابا أنا نيت راه خدام في طقادير الهواء عجيب هنايا الشباب ديال المنطقة السلام عليكم وصباح الخير كي دايرين كلشي بخير كي دايره اموركم واش تك مصيف مع راساتك واش ما جاكش البرد كاين البرد شويه كاين ياك يلا حيد التركوار مزيان اخويا هادي شجره ديال اللوز اييه عطات شي حاجه هاد العام ولا والو لا لا ياك اييه نمشيو نشوفوا البير نشوفوا داك النداء اللي كان توجه شحال هادي للمحسنين والحمد لله جاب الله التيسير ومازال غادي ان شاء الله والله يسهل عليكم اخويا الله يسهل عليكم يلا نتمشاو تا فرنوت عاد كتوجدوا دابا الحطب وهذا طيبوا شي خبز زوين ان شاء الله ها الزيتون ها اللوز شنو كاين مازال من اشجار هنا بحال الخروب خروب الزيتون اللوز داكشي اللي كاين كاين غير اللوز والخروب شوية زيت شوية زيتون اه يلاه سيدي قول لي اخويا حسن دابا هذا هو البير على شحال ديال الغرق لقيتو الماء 160 متر وتبارك الله شوف حنا شحال ديال العلو و 160 متر في الجبل وكانت واحد العين ياك اللي دايزه في الدوار دابا ملي حفرتو البير بديتو كتبومبيو العين مشات ياك ودابا البير والطاقة الشمسية تقريبا 14 مليون ونص تقريبا 14 مليون ونص اللي دا تاع تبارك الله ولكن غادي نشوفوا خدمه نقيه درتوها لا ديال هذوك التيوا تنكونوا نازلين وغادي نشوفوا هذا الشيء لا داك الامور الاخرى شحال من دوار كيعطي هذا الماء الدوار واحد واحد وعاد كتسقيو به ولا شي حاجه كنسقيو به لا شي حاجه كنسقيو به ياك يلا سيدي نطلعوا للطاقه الشمسيه يلا هنا جاو القمة ديال الجبل على قبل الشمس ومونطاو الطاقة الشمسية هانتوما كتشوفو تبارك الله خدمة نقية وزوينة تصورو معايا هذا حيط كانوا داروه باش يكاليو على الطاقة الشمسية طاح غير بقوة الرياح ومع العلم انه مبني على حق طريقو وقوة الرياح جا في هاد عالي الجبل طيح الحيط شوفوا معايا واحد القضية دابا هاد التيو خارج من البير وها هو نازل غير هاد التيو وراه جودة على ما قالوا لي جودة مزيانة دا حوالي 30,000 درهم غير ديال التيو اللي كاينة هنايا نازلة مي غنوريكم واحد الحاجة زوينة داروها شو التيو فين نازل تيو هاو داخل تحت هاد لابيست وغادي لهاد الشارج هانتوما كتسمعو الماء كيعمر هاد الشارج دايرينو سكور الله يحفظ الا وقعت شي بان لان كانت وقعت ليهم بان في الصيف سكتات ديك البومبا البومبا قالوا لي ديال 5 ديال الخيل اللي كاينه في البير الا جاب الله كانت شي بان كيبقى عندهم ستوك هنايا وجاو للعلو فين داروا هاد الشيء باش لا بريسيون تنزل الماء للدوار ومن بعد هانتوما كتشوفوا التيوات هانت غادي للدوار التيو الاخر غادي
لهذيك السيترنا اللي كتشوفوه، هذيك دارها مواطن حتى هو هنا باش يسقي الاشجار ديالو، ولكن راه كنتكلموا على مئات ومئات الامطار ديال التيو. وهالمغادي دابا التيو نازل، الماء ديال البير ها هو كيتجمع في هاد البلاصه هادي، وهاد البلاصه هي اللي بغاو يبنيو فيها شريج اللي كيتجمع فيه الماء باش بغاو ديال 60 طن باش من بعد يوزعوه على الدوار وعلى الاراضي ديالهم الفلاحيه. ملي كنقولوا اراضي فلاحيه راه غير زراعه معيشيه، شويه ديال اللفت، واحد الحوض ديال النعناع، واحد الحوض ديال الفصه. ها انتم كتشوفوا هنا فين كاين، فين بغاو يبنيو الشريج ديالهم. قول لي اخويا حسن، علاش ما مشيتوش للمندوبيه ديال الفلاحه ولا المديريه ديال الفلاحه وتقول لهم يعطيكم الشجار ويعاونوكم وهذا؟ دابا يلا درنا واحد الطلب ان شاء الله غادي نديو لهم ان شاء الله. مازال ما ديتوش لهم؟ غنديو لهم ان شاء الله. شنو كطلبوا؟ الشجار ديالاش؟ كنطلبوا بحال الزيتون وهذا الخروب وداكشي اللي كاين. أيه ديال هاد البلاد وشويه اللوز. وكاينه واحد القضيه اللي حتى الا جابوا، واش هما اللي غيجيبوهم ولا نتوما كتجيبوا داكشي؟ احنا غاري نديروا الطلب ديك الساعه ان شاء الله. نتوما تجيبوه؟ وهو من الاحسن الا كان شي انجينير ديالهم يجي هنا ويوريكم كيفاش. هذه الاولى، وثانيا زعما الا ساعدوكم باش ديروا الكوتاغوت لان باش هذا الماء ما يضيعش، فهمتي؟ هذا الخير هذا نعمه من عند الله ما تضيعش الا درتوا الكوتاغوت لهذا الشيء كله. وهذا نداء اخر الا كانوا محسنين ولا شركات اللي كيعرفوا هذا الشيء الكوتاغوت يجيو يعاونوكم فيه. وان شاء الله ان شاء الله. دابا التحدي اللي كاين هو هاد الشريج. الشريج دابا راه كنجمعوا الماء غير هنا في الشريج. لا ما شريج ما والو، زعما درنا غير بالطين والحجر وهذا. خصنا الشريج ضروري، خصنا شي شريج يكون كبير ديال 100 طن هكاك باش يتجمع فيه الماء. ايه وكاينه حاجه اخرى هما الاشجار. خاصكم هنايا علاش؟ لا كاين اتساع، كاين الماء دابا من ناحيه اخرى عاوتاني ديال الكوتاغوت. شي واحد مهندس فلاحي يطلع غير ياثركم واحد نهار ولا يومين ان شاء الله، انتم ديروا حسن الضيافه وهو يوريكم وتغرسوا الشجار وكيفاش ان شاء الله. الله يسهل عليكم خويا، الله يسهل عليكم. يلا نجيبوا الدويره في الدوار. يلا يلا. كتعرفوا هذه السياره ديال من؟ هذه ديال سعاده فخامه المقدم. هذه كيما وصلت بواحد العشر دقائق حتى ساق الخبر راني هنايا وجا، ولكن واحد الانسان طيب خلوق الله يعمرها دار، الله يسهل عليه. وكيقوموا بواحد العمل كبير في هاد الجبال هادو. تصوروا كتعرفوا البلاصه اللي انا فيها، يعني فيها الدوار غتكون واحد 1400 حتى 1500 متر فوق سطح البحر. واحد الهدوء، واحد الطمانينه، الهواء النقي زوين. هادشي هنا ما كاين لا ياجور لا سيما، ياك ما كاين لا ياجور لا سيما، لا والو. ودابا في الصيف الا كان سخون الحال كتكون برده، وفي البرد تكون سخونه شويه. الزلزال ما اثرش في هادشي بصح بزاف. تشقق. ما جاوش عندكم هنا شي دعم ولا شي حاجه؟ لا جاوا كيد وكل شيء، ما كاين والو. يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله. الله، وكان شم شي ريحه في شي شكل، شي ريحه زوينه تبارك الله. هذه شجرة الليمون، تبارك الله. وهذه يا صاحبي علاش ما غارسينش الليمون معمرين الدنيا؟ لا دابا الحمد لله، الحمد لله كاين ما ان شاء الله. جيبوا الشجار وركوا على المديريه تعطيكم هذا الشجار وهذا الشيء ان شاء الله. شوف تبارك الله منتقله، منتقله تبارك الله. خاصكم ها شويه. الحمد لله الحمد لله. تبارك الله تبارك الله.
الريحه عاطيه من يا بسم الله يا بسم الله. الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم. ها كتخبزي الخبز راه بالي حتى فرنوت كيسخن. الله يسهل عليك الله يسهل عليك لالا. الله يطول عمرك الله يطول عمرك. كي دايره اموركم مزيانه؟ صحيحة كلشي بخير الحمد لله الحمد لله. الله يطول عمرك الله يطول عمرك. ايوا الله يسر اموركم لالا. الله يعطيك الصحيحة وطول العمر ان شاء الله. خلي لك وليداتك. امين امين. الله يطول عمرك. انا نطلع الفوق. ايوا بخير زوين. الله على جلسة. ياه زوين. ولكن عرفتي هنا دير اوبرج مخير عندك واحد ل... واحد لافيو زوينه بزاف. كتطلع على هاد لافالي كلها. شحال منظر شحال زوين. يلاه الا كاين شي واحد مستثمر في السياحه الايكولوجيه مرحبا. تبارك الله على منظر الروعه. ها واحد تفرنوت واحد اخر لتحت خدام كيتوجد ماشي تبغى الخبز. شوفوا معايا واحد البحيره صغيره كاينه هنا ديال ماليها كما قلت لكم الفلاحه المعيشيه. هذه اللي كنشوف هنا واقيلا بطاطا ولفت. واش هذه بطاطا اللي هنا؟ اه راني فلاح ولهيه لفت. هذا الدنجال وهنا النعناع. هذا ولا شنو؟ النعناع. اييه هذاك الصغير ذاك الكبير. اه اه تبارك الله تبارك الله. كديو للسوق يتباع ولا لا؟ كانت كثير كديو للسوق يتباع. الى قدر كنقضي على العرض لهنايا وصافي. باش كتسقيو هادشي بداك الماء دابا ديال البير؟ ديال البير. تبارك الله تبارك الله. البير باش كنقي باش كنشربو. اه اه البير. اما داك العين صافي مشى. لا العين مشات هادي داكشي اللي قالوا لي. مشى مسكين صافي. اه اه والله يرحمنا ود. امين. الله يجيب شي شي امطار ديال الرحمه. امين يا رب. هاد شجر الزيتون عاد غرسوه ولا؟ لا غرسناه يلا عام هادي باش غرسناه. عام وخصكم تزيدوا. جيب لنا شي غرس ديال الزيتون ودا السردة. راه قال لي كتبتوا ولا غتكتبوا الفلاحة. مازال ما كتبنا الفلاحة ما تعاودت لنا والو. لا مازال ما عاونوكمش حيت مازال ما كتبتوش لهم. لا لا. إما هما عطوكم الشجار ويشوفوا لكم شي مهندس فلاحي. ما عطونا والو. لا خاص تكتبوا لهم وتمشيو عندهم وغادي تيسر الله الأمور. هذا الشيء غنديرو على راسنا بلا فلاحة. ومنين غتشري الشجر؟ كنقلعو كنقلعو مش هذاني. عاد تقلع من هذا وتغرس. غرسوا هذا الشيء اللي درنا لهذا. ولكن الا عطاوكم النقله احسن. احسنيه. وعلاش ما تمشيوش عندهم؟ حسن قولوها ليه ويمشي عندهم ويدوق البيبان ما فيها باس. وغادي يعطيوكم ويعطيكم النصيحه ويعطيكم كل شيء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. غير توكلوا على الله وانتم ديروا السبب والله غادي يسهل. ايوا احنا في جهه الله في يد الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خويا. شري مارني دوك انا تو مرضى. دابا هي ولداتهم هاد المعيزات الصغار امهم ما عندهاش حليب. ما درتوش لها المساخن. ما فيهاش حليب كانوا مرضى. الرضاع النيدو. والنيدو شحال قدك ديال النيدو اليوم؟ نجيب الرضاع يتبعنا. وشحال قدك ديال النيدو؟ غنشريوها شويه شويه نعاونهم شويه. كيفاش كتشري شويه؟ دابا البوطه الكبيره كتشريها؟ اه 50 درهم. اه كتشريها بالديطاي؟ بالديطاي. ايوا انا عندي هنا واحد داك البيدول الكبير ديال نيدو ها هو عندي. وشوف سبحان الله راه عندي في الطوموبيل غم نسيتو. هذه واحد 20 يوم والله الا غنسيتو. الله يرحم والديك قاعد تقنوتي والله الا. ايوا ها هو مكتب لهاد المعيزات. الله يرحم والديك. يلا دابا والله الا رزقهم والله الا رزقهم. بلا رضع باش كنرضعو بالله. انا غادي وهما تصاحبوا معايا.
شو لي جيرانيوم زوين هاد الدوار المدخل ديالو بوريضات زوين هادشي هادي كتبان ليا بحال الشيبه شوف شيبه زوينه الزيتون الله يكمل عليهم بخير والله يجازي المحسنين اللي عاونوا باش هذاك البير باش الطاقه الشمسيه باش دوك التيوات وان شاء الله الشارج حتى هو يتقاد ويرجع هاد الدوار من اجمل الدواور في المنطقه ان شاء الله وبغينا دواور اخرين وكل شيء يكون بخير وعلى خير الله يسهل على الجميع. انا غادرت الدوار وراني راجع في حالتي لصقوني باش نتغدى معهم تجمعوا لنا زيال الدوار كاملين وكل شيء وهذاك الشيء علاش كنت الطواجن كانوا كيصاوبوا فيهم مني شافوني جيت ولكن المهم اعتذرت لهم خديت كاس ديال الماء واعتذرت لان عندي التزامات مهنيه في اكادير مع هذه العشيه ان شاء الله نوصل طريق السلامه ناس طيبين بزاف عاد صوابين مرحبين زعما داكشي ان شاء الله النداء ديالهم باش يبنيو داك الشريج يلقى اذان صاغيه ديال شي محسنين اللي يتعاونوا معاهم علاش لا الله يسهل على الجميع في الطريق كلها مكرفصه البنو طارت منه شلخه من الجنب وطارت منه شلخه من الوسط وحده البنو الثاني ايوا ان شاء الله خير دابا نخرج القدرون غنبدل بعدا واحد رويضه سكور والاخر الاخر غنمشي به بشويه عليه تنوصل شوفوا الجمال ديال الطبيعه واش كتعرفوا من ضمن الحيوانات اللي كاينين هنايا كاين الثعلب كاين الارنب كاين الحجل كاين القنفود كاين السنجاب وكاين الديب غير الديب ماشي بحال الدياب اللي كتعرفوا داك الكبير هو ديب ودير بحال الكلب وكاينين هنا قالك بزاف وإلا طاحت الظلمه ولا غتبدا تطيح الظلمه في المغرب وبقاو عندك الكسيبه برا كيهجموا على الماعز وداكشي علاش كيستعنوا هنا هاد الناس اللي عندهم هاد الماعز بالكلاب وكتلقى كل واحد عنده جوج كلاب كيسرحوا معاه كيحضيو معاه غاديين جايين سولتهم قلت ليه والكلاب اش كتعطيهم ياكلوا واش كتعرفوا قال لي كنعطيوهم الماء بالخبز بالماء واش هادشي كي قال لك هادشي كياكلوا الا بقات شي حاجه في الماكله عندنا شي عظم شي حاجه كنعطيوها لهم هاد الكلاب غاديين غير بالماء والخبز ساكت شتو هاد الكلاب وما كاينش كلاب الضاله زعما ولا شي حاجه كل سارح عنده مثلا جوج كلاب ديالو ومربيهم وغادي معاهم انا مع المره الجايه نكون غادي شي دوار نجيب خنشه ديال ولا جوج خناشيد الماكله للكلاب لهاد الناس هادو انا معاها وصل شي رسالة لرئيس الحكومة يمكن كاين شي حاجة باقي يشوف يمكن يستنكر داكشي اللي كيطرى الغلاء المعيشة على المواطن المغربي عندي كاع يلا شنو بغيتي هانشوف واش عندي شي بيسكوي اش بغيتي هاك جا طلع للطوموبيل هو كاع كيدق في الطوموبيل بصحتك اسيدي بصحتك كرتها كرت والله الا كرت السباحه اش بغيتي مش هذا موالف الناس ولا كيفاش هاد القضيه كرتها يا صاحبي مازال كيطلب مازال كيطلب لا 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 كر والله الا شوف الطوموبيله مشات كرتي يا صاحبي كرتي 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 وزوين هاك سيدي بالصحه بصحتك عزبو بيسكوي بالصحه
سير سيدي بصحتك. الله يلا الله يعاونك. كيضرب في الباب مشى الباب مشى كرتيه كامل، راه البنوات زيد الصباغه. او اش بغيتي سويتي؟ شو الباب كرطو ماشي مشكل. دابا خرجت الكودرون وراجع في حالتي الى مدينه اكادير مره اخرى. كنوجه نداء للمحسنين اللي بغاو يتعاونوا مع الناس ديال هاد الدوار باش يبنيو هذاك الشريج فين يستوكيو الماء. وفي نفس الوقت بغيت نشكر كل شيء الناس اللي تعاونوا باش تبنى ماشي باش تبنى باش تحفر البير باش توفرات الطاقة الشمسية باش دازو دوك التيوات وداكشي كامل باش شرات هذيك البومبا باش كيطلعوا الماء. الله يسهل عليكم كاملين، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. انتما سمعتوا السي حسن 14 مليون ونص باش تقام، وفي نفس الوقت كاينه واحد 3 مليون ولا شنو غير ديال التيوات. وان شاء الله المهم هاد الدوار وبغينا دواور اخرين وبغينا الامور تقاد في العالم القروي ديالنا في الوقت اللي الدوله خصها تكون هادشي راه دارته. اخ النوش كان هو وزير الفلاحه لمده 16 عام تقريبا، وكان هو رئيس الحكومه الفعلي لان كانوا جميع القطاعات الحيويه ديال الحكومه بيدو هو، عنده الماليه عنده التجارة الخارجية عنده الفلاحة عنده الصيد البحري عنده المياه والغابات وعنده المغرب. بخلاصة عنده المغرب. أنا سيدي ما قدرش نضوب لك الخط متصل وده بين. مرحبا. وباش نختم هذا الفيديو، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جنبات الطريق عافاكم وحاشاكم. قرعد البول قرعد البول الأزبال قرعد البول والأزبال عافاكم. شوف واش كيبان لكم هادشي عادي. هادو دابا شي عائله هنايا، ها لي كوش ديال ولادهم، ها كلشي طوعوه من الشرجم وزادو على طول الطريق. وراه غندخل دابا غادي لاكادير وغادي نمشي هكا في الزبل غادي وكنلوحو من الطوموبيل ومن الكاميو ومن ما عرفت الكار ولا شي هادشي. المصيبه هادي شعلى حاله حشومه والله تحشومه مرة أخرى. الله يهدي ما خلق. تما طريق السيار راك تشوفوه، هذه الطريق الوطنية اللي جاية من أمسكرود. غادي نختم هذا الفيديو وغادي نوريكم شي حاجة الكمالة ديال قلة المواطنة الأزبال. ألو خا تشوف البول البول والبول والشراب. هذا جانب طريق شوفوا غاديين وكيطوعوا. دابا هذه الطريق الوطنيه عافاكم. شو الناس هالبول هادشي راه غير مالي الكاميونات ويسمحوا لي الشوافر. شو كيدير الطريق؟ كندوي على القرعيد البول، اما الازبال كلشي هنا مول الطوموبيل وكان غير لوح لي دايز من هنا كيلوح. شو شحال ديال البلاستيك. واش ماشي حشومه هادي؟ شو على حاله وسير حتى لهي وكلشي طول ديال الطريق. نوريكم الجهه الاخرى. غادي نقطع الطريق. انا بغيت نعرف شكون اللي يكون غادي من الطوموبيل ولا حليكوش. شو على زباله لهي وغادي الزبل مع
من المهم الطريق الوطنيه كلها زبولات، وها الشجره دارقان، وغنجي وحدها وغادي نلقاو القراعي والقراعي والسكر والحليب والهوايه المفضله قرعات البول. حاشاكم ودانون والقهوه. شوف شوف شو على حاله هادشي. الو هاد الكميه ديال القهوه وهادشي اللي كنشوفوه هنا وقوه الحليب، هادو مالين دوك الطوموبيلات اللي كيدير فيها قهوه وكيوقف جنب الطريق وكيبدا يبيع. فين ما بات لكم شي طوموبيل غتلقاو الازبال. احنا غنديروا واحد التجربه عافاكم، وغادي انا غادي دابا لاكادير وهالبول وهالبول. هادو دوك الطوموبيلات كيجي حدانا كيخدم كيوقف نهار يومين وكيلوح داكشي ويزيد في حالاتو.